خلونا نتخيل، وأنا بحب لعبة التخيل دي، ماذا لو، ماذا لو، ماذا لو إن جمال خاشقجي نزل من بيته أو من أوتيل أو من المكان اللي هو فيه يعني في تركيا، وراح على القنصلية واختفى، مفيش خديجة في النص خطيبته. ماذا لو كان ده انت العب بخيالك، روح. طيب ماذا لو انه جمال خاشقجي كان في السعودية دلوقتي، في الرياض دلوقتي، زي ما بعض الناس الكتاب على رأي الناس بتعمل الحركة دي، قالوا ده حي يرزق في الرياض. العب بخيالك. بمناسبة اسم الأستاذ السيدة أو الأنسة خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي اللي كان لها دور رهيب في تفجير كل القصة دي، لأن وجودها معاه، وجودها معاه في المشوار ده فضح آل سعود. لو لم تكن هذه السيدة موجودة، مش موجودة معاه، كان الراجل دخل السفارة والله خرج من عندنا، أوكي ما اختفى، ما نعرفش عنه حاجة، أي كلام في البدنجان. لكن الست دي أو السيدة دي وقفت ومعها موبايل بتاع جمال خاشقجي، وودها الموبايل واستنته برا، الدنيا اتفضحت بقى. هي بتقول ان احنا اتخطبنا او التقينا قبل 5 شهور، اهو خطيبة جمال خاشقجي للسي ان ان، التقينا قبل 5 شهور وكنا نخطط لحياة بين بلدين. ده للسي ان ان. قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي للسي ان ان، انه رغم خوفها من صحة تقارير وسائل الاعلام بشأن مقتله، فانها تريد ان تنتظر نتيجة نهائية ولا تزال تعتقد ان اي شيء وارد. وقالت خطيبة خاشقجي في اجابات مكتوبة على اسئلة للزميلة كريستيان امبور بشبكة سي ان ان، ربما يكون خطف او ربما يكون قد تعرض لبعض الاذى. وقالت ان الصور في وسائل لم تشير الى احتمال خطف او اغتيال، اتمنى الا تصبح جريمة قتل كما زعمت هذه الصور. وبتقول انها استجوبت من قبل محققين اتراك بعد اختفائه، وقد اجرت اتصالات قليلة مع المسؤولين منذ ذلك الحين، ولفتت الى ان السلطات السعودية لم تتصل بها، وقالت انها شعرت بمسؤوليتها عنه وكانت في حالة من الارتباك والحزن العميقين حسب تعبيرها. وقالت لدي شعور غريب مثل انني فشلت في الاعتناء بشيء عزيز للغاية. يعني حاسة انها مسؤولة وانها فشلت في انها تعتني بجمال خاشقجي العناية الكافية.